كويس انك جيتي. انا في حاجه كده عايزه اقولك عليها. قولي اتفضلي. هو انا يعني كان ممكن احكي لك الموضوع ده بعد الجواز، بس انا قررت احكي لك قبل الجواز، يعني علشان يبقى لك القرار تكمل الجوازه دي او لا. خير يا ميران، في ايه؟ انا اعرف مراتك واعرفها كويس كمان. تعرفي مراتي؟ تعرفيها ازاي؟ هي كانت صاحبتي، وهي اللي طلبت مني ان اقرب منك، وكان دايما بتقول عليك يعني ان انت خايل ونكدي. يا سلام، وايه كمان؟ وانك عمرك ما هتتعدل، وطلبت مني ان اقرب منك عشان تظبطها. انت بقى اللي موقعه بيني وبينه. بس مش عايزه اسمع ولا كلمه. احمد انا بحبك. والله كده قدامي؟ اه لا بقى كده شكلك عايزه تاخديه على قفا. بصيلي هنا، الكلام اللي هي قالته ده حقيقي؟ لا انا كنت عايزه بس الكلام اللي قالته ده حقيقي. اه تمام، وانا بقى هعتبرك خطبتي لي ميران. يعني ايه؟ مش فاهم. مش كده وبس، ده انا كمان وافقت اتجوزها. لا طبعا. وهتجوزها في الفيلا. لا بقى كده انت اتجننت. ليه اتجننت؟ هو انا اللي خليتها تقرب مني ولا انت؟ انا اللي عرفتها كل حاجه عني ولا انت؟ انا اللي خليتها تجيلي بالليل وانا لوحدي في الفيلا ولا انت يا هانم؟ للاسف انا. تمام، وانا بقى من هنا ورايح هنفذ لك كل اللي بتحلمي بيه. يعني ايه؟ ولا عمرك هتفهمي يا احمد. انت مش فاهم حاجه. مش عايز افهم حاجه منك. انا هتجوز انا وميران. طب وهي؟ والله وهي مالها؟ انا ما اتجوزت على ضر. والله والله بقى اذا كان عاجبك. ما شاء الله شكلكوا جميل والله، منورين. حبيبي اعمل لك غدا؟ يا ريت. حبيبي ما تيجي تشرب معايا كوبايه شاي قبل الغدا؟ اه يا برده، قلت لك لما اكلمه مالكيش دعوه بيه. اه نظام بقى نظام. بس انت ما تعرفينيش، ده انا قويه ومفتريه. ده قويه ومفتريه طبعا. هوريكي بقى انا شكلك عايزه تاخدي علقه. طب وحياه حبي ليه لو اوريك النجوم ترز الضوء؟ خلي حبك ليه بقى ينفع. البيب بنت انت اسكتي، ده موتك. زي ما انت زي ما انت. ابو حميد بس اتفرج. الحق دول هيموتوا بقى. ايوه خانقوا عليا. طب انت هتسيبهم كده؟ ايوه شكلهم حلو. ها اه الطويله دي زي القمر. بس يا جدع انت دي مراتك. مراتك اه. تعالى كل يوم كده. كل يوم بس بيغيروا مواعيد يعني.